كافيين معكم. مثل ما قلنا قبل البريك بيت بيوت، رح نحكي عن غياب الزوج بداعي العمل الى خارج البلاد وتأثير هذا الموضوع على الحياة الزوجية مع مايا. صباح الخير. صباح الخير، الحمد لله على السلامة. اشتقنا لك. والله أنا كمان أول نهار معي هلا. أول نهار من حظي. ويلكم باك، بترجعي شوي فريش، بتحسي إنه عم تظهري شوي من جو الروتين كمان. مظبوط، والبرودكتيفيتي يعني تركتيها؟ والإنتاج مع مام أكيد. لا إنه كيف تركتيها نفسيا؟ تركتها، لا ليكي إنه حاطة براسي خلص إنه جاي هيدا النهار وعبالي إنه بمحل عبالي كمان تحسي حالك. مظبوط. إنه عم ترجعي على الشغل وبترجعي لحياتك الحياة الطبيعية اللي كانت من قبل. مزبوط. يعني فلا كله بيقطع. أكيد سافا أكيد يعني وحلو. الموضوع كتير حلو كمان اليوم اللي رح نحكي عنه لأنه متشعب كتير وحساس إذا فينا نقول. فإذا تأثير الزوج أو تأثير السفر بداعي العمل على الحياة الزوجية، يعني بدنا نحكي بس كالرجل وعند المرأة هلا، لانه الرجل اجمالا اي مزبوط، بس عم نحكي فكرت عم تقولي لانه بدنا نحكي اكثر اكيد عن سفر الزوج، لانه اجمالا بتصادفي اكثر بالكبل الرجل هو انه الرجل هو اللي بيسافر وبيشتغل برات البلد، واجمالا الام هي اللي اكثر بتضلها مع الاولاد. هذا ما بيعني انه السيده العامله ما بتسافر، بس بتسافر سفرات يمكن شغل، مؤتمرات، مش طويلة كتير، اشياء معينه محدده بدها تعملها، وانما ما بيكون مكان اقامتها بالخارج. يعني اجمالا مكان اقامتها بيكون الى جانب أولادها اجمالا. وهذا موضوع السفر رولا يلي هو بيكون حاجه ماديه ماسه للعائله، وبيكون حتى لو ما فيها الحاجه الماديه اللي كثير قويه، بس بيكون بالفعل انه البوست اللي تقدم له للرجال برات البلاد مختلف، يمكن بخليه يتقدم بعمله اكثر، مثل ما قلنا ماديا هالشيء له امباكت بيكون ايجابي اكثر. هو اللي بيحمل المسؤوليه، ف مزبوط. مجبور يمكن بمطرح انه يكون برا 100%. هلا اول شغله بدهم يفكروا فيها كثنائي وكعائله انه هل هو كان عنده فعلا الخيار انه هو ما يروح؟ يعني اول نقطه بدها تفكر فيها الامراه المتزوجه اللي هي بتنزعج من هيدا الموضوع، لانه في نساء كثير بينزعجوا من هيدا الموضوع ومنتفهمهم، يعني لانه دائما الاب بس يكون غائب عن العائله، لو عم يجي 3 مرات او 4 مرات بالسنه، بس اجمالا بس يكون الاب غائب عن العائله بده يكون في اكيد صدى شوي سلبي على العائله، وفي صدى ايجابي اللي هنحكي عنه بعد شوي. بس بمعنى انه اكيد بده يصير في مسؤوليات زايده على الام، بصير في هيك نوع من الشفت، يعني تبادل بالشيء بنسميه بالانس اوف باور، ميزان القوه، ميزانيه القوه بالعائله، بتحسي انه صار فيها تخربط او تبادل بنسميه، لانه بعض الامور اللي هو كان يقوم فيها يلي هي روتينيه، مثل يمكن يروح يدفع فواتير، يروح على دواير، يوصل الاولاد، وات ايفر، اشياء هن مقسمينها، هي صارت بدها تقوم فيها، وبالتالي مسؤوليات ثانيه كمان اللي هي تربيه الاولاد، اعطائهم ملاحظات. سمتايمز تكون المراه عم تلعب دور الرجل امرأة 100%، البي والام. مزبوط، لانه صارت هي سولو لوحدها. مزبوط، مشان هيك هالشيء رح ياثر سلبا عليها، بمعنى رح يتعبها، بمعنى انه رح تمرق بهول اللحظات اللي رح تفكر انه انا ارتبطت لحتى انا اعمل شيرنج فعلا يوميا بكل شيء بخصني مع زوجي او مع شريك حياتي، وانا ما هلا عم لاقي حالي وحده. هول لحظات ضعف طبيعي كثير انه هي تمرق فيهم، بس بنفس الوقت بلشنا حديثنا عم نقول انه كل امراه تسال حالها سؤال انه هل بالفعل زوجي كان عنده الخيار انه يروح او ما يروح لخارج البلد تيشتغل؟ اذا بنسال هالسؤال بمعظم الاحيان، اذا مش بكل الاحيان، بنكتشف انه ما كان فيها الخيار، لانه اتخاذ قرار انه يسافر ويشتغل برات البلد ويترك عائلته عم يجي على اساس انه اكيد هو وزوجته ناقشوا الموضوع وشافوا انه البادجت رح يكون اعلى بكثير اذا هو سافر، وشافوا انه رح تفوت مصاري على العائله اكثر بكثير اذا هو سافر لتامين الحاجات. فاذا الموضوع بده يتاخذ اول شيء بشكل عقلاني، مش بشكل عاطفي، وبشكل ايجابي ومش بشكل عاطفي. هيدا اولا. ثانيا كمان الكابل بيتغذى من هالديستانس، من هالمسافه بيناتهم، لانه هون بصير في اكتشاف ل
قدرات ما كانوا يعرفوها عند بعضهم، خاصة إذا بتحكي عن الرجل بصير في اكتشاف لقدرات عند زوجته يمكن هو ما كان عارفها، ما كان عارف يمكن أو ما كان مستوعب إنه هي هالقد فيها تتحمل المسؤولية، إنه هو بيقدر يسلمها الأولاد والعيلة، وإذا كانت كمان امرأة عاملة بتكون عم تشتغل، وبالتالي قد هي فإذا محط ثقة. صح، لانه الثقه بتكون مش بس انه بالخيانه او عدم الخيانه، رح نحكي بعد شوي كمان بعض الاوقات وقتها بيصير في خيانه، وقتها بيكون في سفر بعيد. مزبوط 100%. كمان بيصير في ثقه بهالامراه على شرط انه هي كمان تعرف تعززها للثقه، وما يكون في لوم وهالاراده انه حس الزوجه بالذنب. صحيح، لانه بتعرفي الجمل بتختلف، يعني مثلا اذا عم تحكي مع زوجها على التليفون او على سكايب فيها تقول له اشتقت لك كثير يا ريت انت هون، اوكي، بس وقتها بتقول له لو انت كنت هون ما كان صار هيك بالصبي، لو انت كنت هون ما كانت واجهتنا هاي المشكله. لا بس اذا كنا بهيدي النفسيه يعني خلص بتفرط مع الوقت. اكيد، لانه ما يعني ما فيك تحملي مسؤوليه لشخص هو برا، هو عم يحمل مسؤوليه العائله اصلا 100%. يعني هو رايح تيحمل مسؤوليه هالعائله ومسؤوليه هالزوجه وهالولاد. طبعا، وبالتالي وقت انا بدي اقول له هيك جمال انا عم حسسه بالذنب، وعم حسسه انه بسببك فرطت الامور، بسبب غيابك فرطت الامور. وهون بنرجع نتذكر هل غيابه هو قرار اناني وشخصي هو اخده؟ ما بعتقد. هلا في بعض الحالات أكيد في حالات هيك، أكيد في حالات هيك، بس إجمالا وقتها بيكون في حب بالعائلة ومحبة وحدا بيحب عائلته وبيحب يضل مع عائلته، بشك إنه إذا مبنية الأمور على أسس هالقد متينة، بشك إنه يطلع على باله هيك يسافر ويترك عائلته بالوقت اللي هو قادر يضل معه، يعني بده يكون عم بيوفر أكيد شيء ما قادر يوفره إذا بقي مع هالعائلة. بده يكون في سبور كمان من المرأة، والرجال كمان بده يعمل لها سبور. مزبوط، بمطرح أكيد. بس إنه ايه انه كثير صعب انك تلومي ويكون في ديستنس، كثير صعب لانه ما بيقعد في نقاش. صح، مزبوط، الواحد ما بيقدر يحكي غير ما يكون بوجه قدامك وعم تقدري تاخدي وتتفاعلي وتشوفي ردات الفعل. 100%. فهيدي مشكلة. هلا اكيد التقدم بالتكنولوجي صار عم بيسهل الامور علينا. اكيد، يعني من هون اول نصيحة بنعطيها انه كل يوم بدهم يخصصوا وقت انه يحكوا مع بعضهم، ووقت يخبروا نهارهم كيف عم بيكون. الوقت ما بده يكون انه انا عم جمع المشاكل تخبر المشاكل، لانه هيدا الشيء كمان مش منيح. عرفتي كيف؟ بده يكون انا بالعكس عم خبر شو عملت اشياء حلوة وشو غديت ويا سهرت على الجيم واتسترا، وخبر بيناتهم المشاكل مش توجع راس الطرف الثاني، وانما بس لحتى شاركوا بالحلول، نتشارك سوا يعني. كانه موجود. ايه، بدي اتصرف بالتواصل وكانه هو موجود. هلا لانه ماركس يرجع كمان رح يكون في صعوبه اذا رجع وما عرفوا يتفاعلوا مع بعض او يتواصلوا نتعودوا على بعض. هلا بس رولا خليني اقول شغله، في خبريات يلي هي اصابه حد احد الاولاد بمرض مؤقت، يمكن محرور، يمكن فات على المستشفى لشيء معين، في خبريات اذا كان الشخص الثاني اللي مسافر كثير عاطفي وكثير حساس وما في مسؤوليه علي كامراه اذا خبيت هالخبريه، فيني خبيها لحتى ما عطله هم بشكل او باخر، يعني لانه وقتها بيكون واحد بعيد دائما بيعتقد انه المشكله اكبر، وبيصير فعلا يعيش معاناته كابه لانه حدا من عائلته عم بيعاني من مشكله. هلا بس هذا ما بيحمل كثير مسؤوليه للام؟ بلا، متعبه؟ بلا، شوي كمان 100%. انا بالنهايه شيرنج شوي بيخفف عبء. هلا يمكن مثل ما بتقولي اذا شيء يقطع وهي عابر اوكي، وهذا شيء بيرجع لكل امراه هي شو قدرتها وشو. صح. انا نصيحتي بالكابل ان كانوا بعاد وان كانوا مع بعضهم دائما شيرنج، المشاركه بكل شيء. صح، دائما. والمشاركه وقتها بنقول المشاركه بكل شيء، يعني حتى المشاركه اذا بتجي بتفكري بالسفر، ليش السفر بحد ذاته ممكن كمان يزعزع الثقه بين الطرفين، بين الزوج والزوجه؟ هلا اكيد هون بننطلق من شغله رولا، انه وقتها ما بده يكون في ثقه وبده يكون في شك بالشريك، سافر او ما سافر في شك بالشريك. اذا شغله خمس دقائق بعين على البيت طبعاً. في شك فيه، مش السفر هو اللي رح يزيد الشك. مزبوط، خلصت. مزبوط. ايه، بس ليه بتصير العلاقه ببعض الحالات ما راح عمم ممكن تكون مهدده اكثر بالنسبه لبعض الاشخاص؟ يعني انطلاقا من وجهه نظر بعض الاشخاص، بعض الاشخاص بيقولوا لك انه لما بيكونوا اثنين بعاد عن بعضهم، او لما زوجي بيسافر وانا وزوجك الحدا بمطرح، علاقتنا اكثر مهدده،
ومهدده، وقتها بتكون مهدده مهدده بالخيانه اكثر وبعدم الثقه والى اخره. ليه؟ لانه وقت يكون في هالبعد هيدا، خاصة إذا ما عم بيزوروا بعضهم بشكل مستمر ببلادهم، يعني مش هي عم بتسافر لعنده وهو ما عم يجي على لبنان مثلا بشكل مستمر، بيكون كل واحد عم يعمل عالمه الاجتماعي اللي الثاني ما بيعرفه. يعني ممكن تكون هي مثلا كثير ما بتعرف مين أصدقائه هونيك بهيداك البلد اللي هو فيه، إذا بعد ما مسافر جديد وما عم بتسافر كثير لعنده هي، وبعد يمكن ما زارته، واحد كل يوم بدومين عمله بحياته بالخارج في تغيرات، ومهيأ إنه هو يتعرف على أشخاص جديد. مظبوط، فإذا هي بتشعر حياته إنه كلها هي بتتغير. أنا هي بتتغير الحياة المرأة أكيد، بس بعدها بأنتوراجها. مظبوط، أي ثينك إنه أصعب عليه له، لا ما بدي أقول أصعب لأنه حرام، هي بتحمل كثير مسؤوليات، بس انه عن جد صعب عليه كمان، بدنا نفكر فيه. مزبوط، هو قديه ان كان اكل، ان كان اهتمام بحاله هو كمان بمطرح انه بالضبط وحده. ايه هون ايه؟ انت عم تاخدي عاطفه كمان من ولادك 100% ومن عائلتك، ومن عائلتك بس تكون موجوده عائلتك 100%. مزبوط، وهيدا الشيء اللي منه قلت كلمه كثير مهمه، هيدا الشيء اللي هو الزوج بده يضل حريص انه هو يعمله. يعني الزوج ما بده ينتظر زوجته انه هي تساله عن اصحابه او وين راح يتعشى او عم يتعرف بالشغل او مين كان مشارك بهيدا المؤتمر او بهيدا المعرض او وات ايفر، بده يحسسها انه هو عم بيشاركها بدون ما هي تساله. هو عم خاصه للنساء اللي هن بطبيعتهم بشكوا، بطبيعتهم بغاروا، يعني هون في عندك نساء هن بطبيعتهم بغاروا على ازواجهم. مزبوط، فاذا مشان هيك كثير مهم انه بدون ما ينتظر انه هي تساله، هو يبعث لها صورته مع مين هو موجود، شو عم ياكل، يمكن عم مين تعرف اليوم، شو عمل. هلا بيضحكوا المشاهدين بيقولوا اف يعني شو لحقته على الدعسه، لا بس بالفعل، لانه المشاهدين اللي ما عندهم مشاكل وكتر خير الله وان شاء الله ما حدا بيشوف المشاكل، يمكن ما يعرفوا قد ايه هالموضوع اوقات بسبب مشاكل بالكابل. وانا رح اقول امبارح بشكل خاص، والسيدة اللي اتصلت فيها ما عندها مشكله نقول هالشيء على الهواء، وهيدي الحلقه اكثر شيء مخصصه لها. هي اتصلت فيي وخبرتني انه صار عندها تجربه خيانه بغياب زوجها. هي تعرضت لتجربه وهي استعملت كلمه ضعفت بين مزدوجين بغياب زوجها 100%. فاذا انا ليه عم خبر هالخبريه؟ صار هذا الموضوع مزبوط، انا ليه عم خبر هالخبريه رولا؟ تقول انه نحن وقتها ما بيكون عندنا مشاكل وكتر خير الله، بتعتقد انه كل الناس يمكن ما عندها مشاكل، بتعتقد قد تطلعي بالخبريه بتقولي هو هالقد بدها خلص لازم واحد معناه اذا سافر معناه، بس بعض الكابلز للاسف بيتعرضوا لمشاكل بهيدا الموضوع. هلا ما بدنا نعمم، يعني ما في بقصه السفر انه السفر بسبب الخيانه، ما لها علاقه هيدي بهي، مش السبب هو اللي بسبب الخيانه. اليوم انا بقول لهالسيده ولكل سيده عم تحضرنا، وقتها بيكون في علاقه حب مع شخص ثاني غير الزوج، وقتها الزوج بيكون خارج البلد او داخل البلد، يعني بدنا نفتش انه ليه صارت هالعلاقه، مش بدنا نفتش لانه هو بعد عني، منا قصه انه لانه هو بعد عني، القصه هي انه انا شو كان ناقصني؟ انا ليه فتشت على شخص ثاني؟ انا ليه كان عندي البحث اعمل علاقه عاطفيه او جنسيه يمكن مع شخص ثاني؟ ليه شعرت انه زوجي ابدا دوره ما بقى فعال بحياتي؟ هل انه انا فعلا ما عدت حبه؟ هل انه انا من البدايه ما كنت حبه؟ هل انه انا حتى قبل ما يسافر وحتى لو كان موجود معي فقد خطوط التواصل بيني وبينه، ما عاد تقول له شو زعجني، ما عدنا نحكي، ما عاد طالب بحقوقي يمكن عاطفيا اللي هو ما عم بيأمن لي اياها يمكن؟ اذا كثير اسئله بتجي غير انه اقول لانه زوجي انا سافر انا صار عندي علاقه حب او اضطريت اني اضعف، وانما مثل ما الامرأة معرضة، الرجل كمان معرض، الرجل كمان معرض بالسفر، لأنه خاصة بس إنه بس دائما بيستخفوا بفكرة إنه المرأة معقول تضعف وتخون، دائما إنه الرجل، لأنه دائما الرجل بحق له يخون، المرأة ما بحق له. هيدا المجتمع الشرقي اللي نحن عايشين فيه للأسف، يلي بيعتقد إنه الرجل عنده الرجل حقوق حتى بهالشغلة إذا بدك أكثر من هو الإمرأة، هو كثير بتخون المرأة كمان، مش بس يعني يمكن مثل ما بيخون الرجل، مش انه كثير بعيدة عن هذا الموضوع 100%. ليك تقلك شغلة، إذا واحد هو بده يكون، تنحكي الأمور مثل ما هي، إذا الرجل حتى بده يسافر وبده يعتبر أنه بعتذر على التعبير، وكأنه هالإنسان هو آلة جنسية، يعني إذا في براسه وبذهنه فكرة أنه أنا وقتها بدي سافر مسموح لإلي
وبالعكس يعني إلي الحق، مش بس مسموح لإلي، إلي الحق الكامل بإنه أنا يكون عندي علاقة جنسية مع حدا غير زوجتي، لأنه أنا ما بقدر ضلني ست أشهر أو سبعة أشهر أو ثلاثة أشهر أو شهرين بدون أي علاقة جنسية مع حدا وزوجتي بعيدة عني. فإذا ما في مجال للمناقشة، أنا بحق لي بهذا الموضوع. إذا هو بده بهالذهنية بده يتصرف، فإذا من الأول الأمور غلط، لأنه هو إذا كان موجود حتى بالبلد مع زوجته وزوجته أصيبت بمرض أو كانت تعبانة أو لسبب من الأسباب الحياة الجنسية ما عادت، يعتذر لحاله إنه في 100% رح يعتبر إنه. فإذا هول منهم إلا أعذار. صح. الحياة الزوجية ما بتقوم بس على الحياة الجنسية، حياة جنسية أساسية بس ما بتقوم بس، يعني في كثير أمور ثانية أساسية. مهم كثير الموضوع، ويمكن فينا كمان نتوسع فيه بحلقة ثانية. أكيد تانية. أكيد. بس للاسف هلا وقتنا خلص، رح ننتقل. بدي اقول لك ثانك يو، ميرسي رجع نشوفك نحن نهار نهار الاربعاء الجاي اذا الله راد. رح ننتقل هلا مع الشيف يلي نهرنا من الروائح، مش انه عادي، مش عم بمزح، فظيع الريحه. فخلينا نشوف شو فيه، يعني رشه ملح. في عنا السالمون، هيدي ريحة السالمون وريحة العجين اللي فوتناها على الفرن، عجينة التارت اللي هي من منتجات تونيس فود. أنا حمرتها بعد ما كنت حتطلع الحمص وصارت جاهزة عندي، فخبزتها على درجة حرارة 180 لحتى نحشيها بتشيز عجينة حشوة تشيز كيك. طيب هيدا بالنسبة لأول وصفة. نيجي بالنسبة للوصفة الثانية، عندي السالمون، سالمون فري أنا تبلته. شو تبلته؟ حطيت له زيت زيتون، حطيت له اوريغانو، كزبره مطحونه او كزبره يابسه، بابريكا، وحطينا من الحبق الاخضر. تبلته بهالتبله كلها سوا. مشاهدينا المقادير عم تمرق قدامنا على الشاشه. بعد ما تبلتهم قليتهم وصاروا جاهزين عندي، شو رح اعمل فيهم؟ نجي لهون. عندي عجينه الباف بيستري. هاي العجينه كمان من منتجات تونس فود. أنا رقيتها وحطيتها بهالقالب. لكن مشاهدينا أنا حطيت العجينة سكبتها بهيدا القالب، قالب الكب كيك، رح أجي حط فيها السالمون، أوكي؟ عم حط السالمون أنا بهالشكل هيدا، أوكي. لكن حطينا سمك السالمون المتبل، بضيف كمان بعبيه هون بهالشكل هيدا، وبعد ما عبيهم رح ادهنها. محضر انا قدامي من البيض والحليب، لكن خالط البيض مع الحليب لحتى ادهن العجينه فيها. طيب كمان مثل ما عم نشوف نحن مشاهدينا عم بحط سمك السالمون المتبل بهالعجينه، عجينه الباف بيستري، اوكي. طيب صار فيني هلا انا اجي شو اعمل؟ بعد ما ضفتهم رح اجي اخذ مثل ما خبرتكم الحليب، حليب وبيض انا خلطهم مع بعض، بدهن طراف من فوق مثل ما عم نشوف. وشو رح اعمل؟ برجع في عندي محضر انا كمان بدي ارجع سكرها، لكن مشاهدينا رح ارجع سكرها. الفرن انا عندي حامي على درجة حرارة 180، لكن هيدا الغطا بحطه بهالشكل هيدا مثل ما عم نشوف كمان، وبرجع بدهنها، وبدي مثل ما خبرتكم فوتها على الفرن على درجة حرارة 180. انا الغطا كمان من فوق برجع بدهنها للعجينة لحتى نحضرها نفوتها على الفرن. لكن هيدي الوصفة كمان مشاهدينا صارت جاهزة عندي، فيليه السالمون بالباف بيستري. انا رح ادهنهم كلهم، زبطهم، فوتهم على الفرن. باخر فقره رح نشيلها من الفرن وفرجيكم شو صار في عندي بهيدي الصينيه. شو عندي على النار؟ عندنا على النار بصل مفروم ناعم مع لحمه خشنه، حاطط معهم لوز، فلفل اسود ورشه ملح. هول انا حضرتهم، باخر فقره رح احط لهم بعد بقدونس وكريمه تشيز وفرجيكم شو بصير في عندنا. وهلا بالعوده لالك رولا. شكرا لك شيف، رح نرجع اكيد نكفي معك ونشوف اخر الوصفات باخر الحلقه. واما هلا رح نتوقف مع بريك، من بعدها رح نحكي عن اطلاق نظام تشارك الدرجات الهوائيه ببيروت، فما تروحوا لبعيد.